ياللي عشت في كورة بعيدة، ياللي كنت في ضيقة جديدة، المسيح بينادى عليك تفتح وياه صفحة جديدة. ياللي عشت في كورة بعيدة، ياللي كنت في ضيقة جديدة، المسيح دم الفادي طهر قلبك، بصليبه هيغفر لك ذنبك، ده اللي بموته اداك أبدية، اطمن ده يسوع بيحبك. ياللي عشت في كورة بعيدة، ياللي كنت في ضيقة جديدة، المسيح بينادى عليك تفتح اهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامجنا الاسبوعي، برنامج صفحه جديده اللي بيذاع كل اسبوع من جمعيه خلاص النفوس ببني سويف. النهارده مع معاد مع حلقه جميله جدا وحلقه سريه رائعه عن الام المسيح. بنعيش في الكنيسه الايام دي عن الام المسيح وعن صليب المسيح، وحسنا اختير هذا العنوان واحنا بنتكلم عن الصليب. الصليب الكلمة اللي حيرت الكثيرين، الصليب اللي ربط الأزل بالأبد، الصليب اللي تعثر منه الكثيرين من المستهزئين، لكن سيظل الصليب في قلوب الأتقياء راسخ، وهتفضل الكلمة دي بترن وبتغير في أذهان وأفكار وقلوب وحياة الكثيرين في كل جيل وفي كل مكان. النهاردة يسعدني جدا ويشرفني أن يكون في ضيافتنا في الاستوديو خادم الرب الجميل الدكتور إسحاق شحاتة، المعلم والمتعلم من كلمة الله. أهلا بيك دكتور إسحاق. أهلا بيك حبيبي. أهلا بيك أخي أمجد. كمان النهاردة يشرفني يكون معانا المرنم اللي بسميه المرنم الفنان، المهندس موريس عجبان. أهلا بيك أخويا موريس. أهلا يا أخي. كمان معانا دكتور إبراهيم. أهلا وسهلا بيك. سعدنا النهاردة نكون في الحلقة القوية دي. أتمنى من حضراتكم وانتوا بتشاهدونا تكونوا موجودين قدام الشاشات باستمرار واحنا بنستمتع بترنيمة مع أخويا موريس عجبان. اتفضل أخويا موريس. أمين يا غالي. عايز أقول لربنا الكلام دوت، وبالذات لما بنحكي عن ألام المسيح اللي تألم لأجلي، عايز أقوله في العدد الأخير: لك أنا بجملتي، لك أنا بجملتي. لك يا سيدي يا فرحتي يا بسمتي أقدم تسبيحتي. لك يا سيدي يا فرحتي يا بسمتي أقدم تسبيحتي، وكل طير في السماء وكل عشب قد نما والزهر في أغصاني، لك يغني باسما يا سيدي
سلامتي لك يا سيدي، محبتي وثقتي يا ضامن سلامتي. عيناك تحمي خطوتي، وإن ضللت تائها تعيد لي بصيرتي. ففي طريق غربتي عيناك تحمي خطوتي، وإن ضللت تائها تعيد لي بصيرتي. لك يا سيدي لك أنا بجملتي يا ملجأي وراحتي. لك يا سيدي لك أنا بجملتي يا ملجأي وراحتي. أعطيك أمان الكبار، أعطيك ليلي والنهار، أعطيك قلبي خالصا قدسه بنور ونار. لك أنا بجملتي. فكر حضراتكم عنوان حلقتنا النهاردة آلام المسيح. هنستنى النهاردة نستمتع بالحوار وبالحلقة، لكن كمان هنستنى تليفوناتكم اللي هتسر الحلقة. اتصالاتكم بتفرق معانا جدا. هنستنى تليفوناتكم على التليفونات اللي هتظهر قدامكم على الشاشة، تابعونا باستمرار. ينضم لينا الاستوديو الآن أخويا مكرم يوسف الخادم الرائع الكارز الناري، خادم معانا في صفحة جديدة، هيكلمنا النهاردة بكلمة رائعة. أستنى مع حضراتكم وإحنا بنسمع وبنستمتع بكلمة الله. أهلا بيك أخويا مكرم. أهلا بيكم، كل سنة وأنتم طيبين. مبسوط جدا جدا ان اكون معاكم بصدق. صفحه جديده، بركه لناس كتيره جدا جدا. بنشكر الرب لاستمرارها ولوجودها، واشكر الرب لاجل اخواتي الغاليين الضيوف الرائعين اللي موجودين النهارده. ايام عظيمه جدا، كل سنه وانتم طيبين. بنتكلم عن الام وصلب المسيح، موضوع اغلى ما على قلب الله الاب لما كان بيتكلم عن ابنه الوحيد، فيقول كده: لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه. عارف اغلى ما عنده بذله عشاننا. هقرا ايه واحده بس من عبرانيين 2 عدد 18، بيقول كده: لانه فيما هو قد تالم مجربا يقدر ان يعين المجربين، لانه فيما هو قد تالم مجربا يقدر ان يعين المجربين. المسيح اتألم، آلام المسيح كانت آلام عظيمة جدا جدا جدا. بيتكلم لما نيجي نتكلم عن آلام المسيح، آلام المسيح كانت ثلاث أنواع من الآلام. فكان عندنا آلام جسدية، دي كانت من الناس
وكانت من الظروف ومن كل حاجة كانت حواليه، وعندنا ألام نفسية جاز فيها المسيح صعبة جدا جدا، من الناس ومن الشيطان ومن كل ضغط ومن كل تعب كان حوله، وعندنا ألام كفارية دي كانت بينه وبين الله، دي اللي كان بيجوز فيها في صعوبة شديدة جدا. يقول الكتاب كده انه 3 ساعات ظلمة كانت على وجه الارض. في ال3 ساعات الظلمة دي المسيح كان مع الله الاب بيعمل حاجة، بيدفع حساب خطاياي وخطاياك. هتكلم بكل سرعة عن الام جسدية كانت للمسيح. فالمسيح ما جس في اسبوع الالام بس هي الألام بتاعته، لكن من يوم ما وجد يقول الكتاب كده أنه في أشعة 53 رجل أوجاع ومختبر الحزن. رجل أوجاع هو دايما طول عمره وطول حياته كان في ألم وفي وجع. في بداية ميلاده يتولد في ألم، يسميه كلنا بنسميه ونعرفه ألام الفقر. يقول الكتاب إن لما جاءت أيامها لتضع، يقول كده لم يكن لها موضع في المنزل. لوقا 7:42 ما كانش ليه مكان يتولد فيه. تخيل ما كانش ليه مكان يتولد فيه. وفي يقول كده في لوقا 9:58 لم يكن له أين يسند رأسه. كل حد فينا وهو مروح وهو تعبان بيروح ليه مكان ينام فيه. المسيح ما كانش ليه، يقول كده انه قضى الليل كله في الجبل يصلي، ما كانش ليه مكان. لكن تخيل اصعب من كده في الفقر، لما يكون عندنا اي حد عنده احتياج بيمد ايده جيبه ويطلع، يقول له كده هل يوفي معلمك؟ يقول له بطرس الجزية. فراح سأله، ما كانش معاه استار عشان يدفع الجزية، لكن يقول كده روح ارمي صنارة وتطلع سمكة. متى 17. تخيل ما كانش معاه حاجة. يمكن عندك الام فقر وعوز شديد، عايز اقول لك المسيح جاز في الألام دي. المسيح أكتر حد اتحمل ألام الفقر الشديد، ما كانش عنده، لدرجة أن يقولوا كانوا أنه كان يسدد أعوازه، أن نساء كانوا بيسددوا أعوازه. تخيل رجل شرقي نساء يسدد أعوازه. تعرف كان عنده فقر شديد، لكن في كل ده يقول الكتاب آية رائعة في كورنثوس الثانية 8:19 يقول كده افتقر وهو الغني لكي تستغنوا بفقره. هو عدى في كل صعوبة في كل فقر عشان تستغنى بفقره. لكن كان عنده كمان ألام، يقول ألام الرفض والترك، رفضوه. يقول في أرمية 3:17 يقول كده تركوني أنا ينبوع الماء الحي. وبيتكلم على مر الوقت كله كان بيترك وكان بيتساب. في يوحنا 16 يقول كده أنه هيجي وقت هتسبوني كلكم. اتساب واترك وتركوا أحبائه، وعند الصليب الكل سابه كان لوحده. عايز أقول لكل حد متروك وشعر بالوحدة، كل حد سابه أغلى ما عنده، زوج زوجة ابن رفيق صديق، عايز أقول لك كل هيرحل في يوم من الأيام، لكن يبقى المسيح، يبقى دايما في جوارنا. صدقني لا في ضعف ولا في زنجة ولا في مشكلة يسيبنا. مرات كتير الناس يقولوا كده يعني العين بصيرة لكن الإيد قصيرة، لكن عارف المسيح دايما عينه بصيرة وإيده قديرة، يعرف يجيلي في كل وقت وفي أي ظرف صعب. ألام فقر، ألام ترك، لكن كان عنده ألم صعب جدا جدا اسمه ألام الاتهام. تقول كده يقولوا له كده بك شيطان، كانوا بيتهموه يظلموه، يقولوا له كده أنت قالوا له مرة أنت مختل العقل. عارف بيتهموك بحاجات صعبة، مظلوم. صدقني هو شاعر وعدى في الظروف دي. يقول كده وهو مجرب، يقول كده لأنه وهو قد تألم ومجربا يقدر أن يقدر يعينك. ارفع عينك عليه قول له مظلوم، بيشعر جدا بالمظلوم لأنه هو ظلم، ظلم هو اتظلم. لكن من أصعب الأوقات اللي كان فيها ألم شديد جدا جدا، من أصعب الأوقات كانت ألم الاضطهاد. من بداية ما اتولد هيرودس يطلب أنه يقتله، وهو طفل يقتل أطفال كتيرة جدا جدا ويطلبوه. يقول كده في مرة مسكوه عشان يلقوه من فوق الجبل. ألم اضطهاد، شعر أنك مضطهد، شعر أنك وحيد، شعر أنك مظلوم، هو يشعر بك. صدقني بيحبك. النهاردة بوجه رسالة لكل حد شعر بالألم واللي بتقول ما حدش حاسس بيا، هو حاسس بيك، بيحبك، بيحبك جدا 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 وشعر بيك. لكن كان عنده أصعب ألام بنعدي فيها مرات كثيرة جدا، أصعب ألم الخيانة والإنكار. عدى في ألم
احنا ما اتكلمناش على الام الصليب، لكن تعرف الم الخيانه بيكسر القلب. يمكن في زوجة شعر بألام الخيانة من زوجها، يمكن شعر بألام الخيانة من أقرب صديق ليك خانك. صدقني المسيح اتخان من تلميذه يهوذا، المسيح أنكره بطرس، أنكره أنه يعرفه، سب ولعن ليه مع أنه هو اللي كان كل الوقت كان معاه وكان مقدمه وكان بيعمل، يمكن عملت مع ناس كتيرة أشياء كتيرة جدا ما كنتش متوقع أنه ينكروك. المسيح يشعر بك، المسيح حاسس بيك. أنا بنادي عليك النهاردة، صدقني ده طبيعة الناس، طبيعة الناس الخيانة، طبيعة الناس الإنكار. هو الوحيد اللي ما بيخونش ولا بينكر، هو اللي بيحبك جدا جدا جدا، بينتظرك اقترب منه. ألام جسدية، عايز أقول لك ألام البصق، ألام الضرب، ألام الإهانة. تخيل كده لما تجتمع عليه كل الكتيبة، كل الكتيبة، الكتيبة ده عدد كبير جدا جدا جدا. مرة قلت لحد كده، قلت لهم لو 100 واحد اتجمع عليك وكل واحد عطالك قلم واحد بس، بعد 100 قلم هتبقى شكلك ايه؟ تخيل كتيبة كاملة تتجمع عليه وتضربه وتهينه، لكن في وسط الألام الجسدية دي كلها يقول كده، ينظر لبطرس في وسط الألام الجسدية، ينظر للعذراء مريم القديسة المطوبة مريم، ينظر الكل ويسدد كل احتياج لأنه يشعر بالألم. فكان عنده ألام جسدية، لكن كان عنده كمان ألام نفسية، اكتئب، يقول كده انه حزن، يقول كده انه كان بيبكي. مرة يبكي وهو داخل أورشليم لأنه لم تعرف زمان افتقدها، ويبكي عند قبر العازر. انا بظن كمان مش كان بيبكي على قبر العازر بس او على العازر بس، لكن لانه هو المسيح شاف كل القبور اللي كان سببها الموت وكان سببها الخطية وبكى. صدقني الخطية هي الشيء الوحيد اللي بيحزن قلب الله، هي اللي تستاهل البكاء وتستاهل الحزن. عايز اقول لك بينادي عليك النهارده، نفسه ينادي عليك زي ما نادى على العازر ويقول لك هلم خارجا. كل الام حزن انت بتعدي بيها ومحدش حاسس بيها، صدقيني هو شاعر بيك، شاعر بحزنك وبألمك وبينادي عليك، بيحبك، بيحبك جدا جدا جدا. لكن كانت اعظم الم هو عدى فيه الالام الكفاريه. هنسمع من الدكتور اسحاق ونسمع من اخويا امجد ومن اخويا موريس كلام كتير جدا جدا على الألام ده، لكن الألام الكفارية في ثلاث ساعات ظلمة على وجه الأرض، ثلاث ساعات كان واقف المسيح شايل كل خطايانا. المسيح يقول كده حمل أسامنا، شفع في المذنبين. عارف كان الله الآب بيبص على الرب يسوع المسيح وهو شايل كل الخطايا، وهو أكنه الخاطئ الوحيد اللي موجود قدامه. تعرف يقول كده جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. تخيل الذي لم يعرف خطية صار خطية عشانك أنت، صار خطية عشان بيحبك جدا جدا جدا. قال حد كده، قال الكلمة دي بسرعة، قال إنه المسيح كان عجينة الخطية، كان شايل كل خطايانا. كان هو، أنا آسف، كان هو الزاني والحرامي والنجس والشرير والحلاف والشتام. تعرف ليه؟ عشان ياخد مكانك، مات عشانك، مات بدالك، عشان أنت تيجي وتحتمي فيه. بينادي عليك، بينادي عليك. صدقني الحلقة دي معمولة عشان تجي له وتقول له كده ارحمني أنا الخاطي. لو أنت بعيد، لو أنت مجرب، لو أنت تعبان، عايز أقول لك النهاردة جاي عشان يعين المجربين، جاي عشان ينقذ الممدودين للقتل وللهلاك. مش صدفة أنك تسمعني، مش صدفة أنك تحضر الحلقة دي. بينادي عليك من فضلك، تعال له، تيجي تصلي معايا، غمض عينك وانت في مكانك. من فضلك الكلام موجه ليك، صدقني بكل قلبي بكلمك، بقول لك هو اترفع على الصليب عشان يرفعك من الجحيم ومن النار، هو جاء عشان يبررك مش عشان يدينك. تيجي تسمع الترنيمة دي معايا وانت مغمض عينك وبتصلي في مكانك، اسمع الترنيمة دي وهو بينادي عليك، اسمع بيقول لك ايه. اشكرك يا رب، الرب شاعر بيك، شاعر بألامك، شاعر بتعبك، شاعر بظروفك. أنا شاعر بي، ده صوت الرب، صوت الرب ليه. شاعر بألامك. أنا حاسس بأنينة، كل دمار بي. أنا شاعر بألامك. أنا حاسس بأنينة، شاعر بألمك، مر بكل دواء. اطلبه، نادي عليه. فكر انك
تكسب في احزانك. اوعك تفتكر انك وحيد وسط الامك. اوعك تفتكر انك متساب في احزانك. اوعك تفتكر انك وحيد وسط الامك. انا في الصليب ضربوني بالحربة، ثقبوني بالمسامير، تركوني. أنا في الصليب رفعوني عن الخشبة، عروني وهانوني، صلبوني. أنا شاعر بي، أنا شاعر بألامك، أنا حاسس بأنينا كل ضمر بي. اوعك تفتكر، اوعك تفتكر انك بتساب في احزانك. اوعك تفتكر انك وحيد وسط الامك. اوعك تفتكر انك بتساب في احزانك. اوعك تفتكر انك وحيد وسط ألامك. أنا في الصليب ضربوني بالحربة، ثقبوني بالمسامير، تركوني. أنا في الصليب رفعوني عن خشبة، عروني وهانوني، صلبوني. أنا في الصليب، أنا في الصليب ضربوني بالحربة، ثقبوني بالمسامير، تركوني. أنا في الصليب رفعوني عن خشبة، عروني وهانوني، صلبوني. أنا شاعر بي، أنا شاعر بألام، أنا حاسس بأنينا كل دمر الدين. اوعك تفتكر إنك متساب في أحزانك. اوعك تفتكر إنك وحيد وسط اوعك تفتكر انك متساب في احزانك. اوعك تفتكر انك وحيد وسط الامك. اسمع، انت محبوب، ده انت محبوب. على كفي انا لا اشتاق، تحت جناحي سطرتك. هتخاف من ايه؟ ده انت ممسوك بذراعي القطير، انا راعي الحظيرة يا غالي. ده انت محبوب، على كفي انا لا اشتاق، تحت جناحي سطرتك. خاف من ايه؟ انت ممسوك بذراعي القدير، انا راعي الحظيرة يا غالي. اوعاك تفتكر انك متساب في احزانك او لوحدك وسط الامك. لكن اللي في يوم من الايام اتألم الالام اللي سمعنا عنها مع اخويا خادم الرب الرائع الاخ مكرم يوسف، الام نفسيه، الام جسديه، الام كفاريه، معاك ومعايا ومعاكي النهارده. زي ما قلت حلقه سريه النهارده، هنستنى وهنستقبل تليفونات حضراتكم
على طول الحلقة معانا. اسمح لي أقرأ معاك جزء كتابي جاء في سفر أشعياء أصحاح 53 من عدد 3. يقول لنا الوحي المقدس: محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. أمين. مرة تاني أرجع لأخويا خادم الرب الرائع الدكتور إسحاق شحاتة. عنوان حلقتنا النهاردة عن آلام المسيح. نفسي أفهم مع السادة المشاهدين، هل فقط آلام المسيح زي ما بيتبادر لأذهاننا هي فقط آلام الصليب، ولا زي ما سمعنا من شويتين مع أخويا مكرم إن بدايته كانت مر ونهايته كانت مر، أو بدأ حياته على الأرض بالمر وانتهت حياته بالمر؟ يا حابب يا أخويا أمجد، أقول إنه الألم كان طابع حياة المسيح من بداية الحياة إلى نهايتها. فزي ما أنت قلت إن بدأ بالمر لما جم المجوس عشان يكرموه، جاءوا بذهب ولوان، والذهب ولوان حلوين، لكن مش بس ذهب ولوان، ذهب ولوان ومر. ده في بداية حياته لما كان صبي عمره 2 سنين، وهو على الصليب لما قدموا له خمر ممزوج بالمرارة، وكأن بين قوسين حياة بدايتها المر زي ما انت قلت، وحياة نهايتها المر. مش بس كده، لكن في لحظات المجد بتاعه على جبل التجلي ظهر معاه موسى وإليا بمجد، وكانوا يتكلمان عن خروجه المزمع أن يتممه من أورشليم. إيه خروجه ده؟ كانوا بيكلموه عن الصليب، كانوا بيكلموه عن ألامه. فالحياة من بدايتها إلى نهايتها كانت ملقانة بالألام، حتى في اللحظات اللي كانت السماء بتستعلن المجد بتاعه فيها. وعشان كده الرب أطلق عليه لقب جميل اللي سمعناه من أخويا مكرم، أنه رجل الأوجاع، مش رجل وجع واحد. يعني كل رجال الله اللي موجودين في الكتاب المقدس هتلاقيه كان موجوع من مشكلة أو من جنب معين، لكن لما تتفرج على حياة المسيح تكتشف أن عليه تجمعت كل الأوجاع اللي ممكن أي إنسان أو كل البشر يواجهوها وهم موجودين على الأرض. فتقال عنه رجل الأوجاع، لكن التعبير الثاني خطير جدا، والخبير بالحزن. في العهد القديم لما ظهر الرب لموسى في خروج 3 قال له: أنا علمت أوجاع بني إسرائيل. يعني إيه علمت أوجاعهم؟ يعني من منطلق كونه والله عارف كويس جدا الوجع اللي بيعدوا عليه. لكن الرب يسوع ما يقدرش يقول بس علمت أوجاعهم، يقدر يقول كده بس يقول ما هو أكثر، يقول اختبرت الحزن، اختبرت ألمهم. وعشان كده ربما إحنا السنة دي وإحنا بنعدي على الوقت ده والكنيسة بتفتكر ألم المسيح، ربما يكون هناك رسالة تعزية لكل حد متألم لما يبص على شخص المسيح وقد ايه اتألم. وعشان كده الكتاب بيشجعنا بهذا الاتجاه: فتفكروا في الذي احتمل من الخطاط مقاومة لنفسه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. فالفكرة الأولانية المبدئية بركز عليها تاني: الألم كان طابع حياة المسيح من البداية وإلى النهاية، مش بس كان موجود عند الصليب، لا يتصور البعض ان احنا بنقول انه كان بيتألم عند الصليب فقط. طب ده بياخدني النقطة تانية دكتور إسحاق، الألم نتيجة الخطية، والرب يسوع المسيح اتجال عنه بصريح اللفظ في الكتاب المقدس انه لم يعرف خطية، ما عملش خطية، لم يوجد فيه خطية. فهل الألم غريب على الرب يسوع المسيح؟ يعني لو قلنا ان في اي انسان بيتألم ده شيء طبيعي، لكن كنا نقول ان المسيح يتألم ده اغرب خبر. هقول لك مش بس اللي كونه القدوس اللي بلا خطية، وطبعا مفهوم ان احنا اغلبية متاعبنا نتجت نتيجة الخطية، كل الألم اللي داخل الارض دخل نتيجة الخطية، لكن عايز اقول لك كمان يا اخويا امجد ان هو اللي تمم شريعة الرب، هو اللي كان شعاره انه شريعتك في وسط احشائي. بعض الناس بتتألم بسبب كسر الشريعة، يعني مثلا عندنا وصية: اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. ولو بصيت على بعض الناس حياتهم قصرت
بسبب عدم إكرام الآباء والأمهات، لكن المسيح كان متمم للشريعة، يعني بلا خطية ومتمم للشريعة. الحاجة الثالثة الجميلة جدا أن ما كانش بينه وما بين الله في أي نوع من الصراع، بالعكس كان عنده خضوع رائع جدا لإلهه. فإزاي شخص بلا خطية وإزاي شخص متمم لشريعة الله وإزاي شخص عنده توافق وانسجام تام مع إلهه أنه يتعرض للألم. لكن أقول باختصار، أسيب لك، أنا حاسس أن عندك سؤال، أسيب الفرصة، لكن أقول باختصار لماذا تألم. تألم بسبب حاجتين: أنه وجد وسط خليقة فاسدة أخضعت للبطل نتيجة السقوط، وتعامل مع إنسان حالته تعبانة جدا ورضية جدا نتيجة السقوط في الخطية. يبقى البيئة صعبة والإنسان صعب، تألم بسببنا لما دخلنا الخطية وتألم لأجلنا. أقول تاني التعبير: تألم لسببنا وتألم لأجلنا. أنت عندك سؤال عايز تقوله. المشاهد ممكن يتلخبط معايا في الآية اللي بتقول مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. تمام. هو احنا بنتكلم انه ما كانش عنده اي نوع في الصراع مع الله، وكان في توافق وانسجام مع الله، بس كان عنده حاجة زادت مش موجودة عند حد من البشر خالص، عنده ان هو في طبيعته هو الله وهو الانسان، وطبعا في الازل وقبل ما يتجسد كان بيؤمر فالكل يطيع اوامره، فاستجد عليه حاجة لما دخل الارض انه بقى نفسه هو كانسان بيؤمر ولابد ان يطيع هذه الاوامر، فصار عنده نوع من الالم مختلف. لكن اقدر اقول ان هذا الالم ألم سامي، لأنه انتقل من كونه هو الله فقط لأنه أخذ صورة إنسان وصار إلها كاملا وإنسانا كاملا، فهو إنسان كامل وبيخضع على الله، كان بيشعر بالألم. لماذا؟ بعد أن كان هو الذي يأمر صار يؤمر. فدي معنى الآية: مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. بس خلينا محتفظين بالفكرة أنه ما كانش عنده أي نوع من الصراع مع الله، لكن كان في كامل الطاعة وكامل الخضوع، كان المتمم لشريعة إلهه وكان بلا خطية، فلهذا يعد الألم شيء غريب عليه. لكن أرجع أقول تاني: تألم بسببنا وتألم لأجلنا. طيب أرجع وأسأل سؤال تاني. كلنا عارفين الرب يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد، فكيف يتألم وهو الله؟ تمام، يعني سؤال من أهم الأسئلة. المسيح عنده طبيعتين، والمشاكل كلها أو المناقشات اللي فيها نوع من الجدل للأسف بتنشأ من هنا، أنه يجيب لك حاجة تخص المسيح كالله ويقول لك إزاي هو الله ومثلا كان بيتعب أو كذا، أو يجيب لك الحاجة اللي تخصه كإنسان وإزاي هو الله ويختبر حاجة من حاجات الإنسان، أو العكس يقول لك إزاي هو إنسان ويعمل حاجات ما يقدرش يعملها غير الله. الله. لكن المشاهد الكريم لو بيدرك أن المسيح له طبيعتين، هو الله وإنسان بنسبة 100% وهو إنسان بنسبة 100%، فعايز أقول ألامه يا جماعة ما كانتش تمثيلية، أنا بكلم المشاهد، ألامه كانت ألام حقيقية لكونه إنسانا، فهو شعر بالألم، اختبر الألم، عاش الألم نتيجة أنه أخذ جسدا مثل جسدنا فيما خلى الخطية، فنتيجة إنسانيته كان يتألم، وألامه ما كانتش تمثيلية لكن كانت ألاما حقيقية. إذن عزيزي المشاهد، الرب يسوع المسيح لكل المجد كإنسان بالجسد على الأرض كان بيتألم، علشان كده هو أكتر واحد حاسس بيك وشاعر بألامك وحاسس بكل ما تجتاز فيه نفسك، مش بس ألام الصليب لكن حتى إنسانيته، وهو الله الظاهر في الجسد وهو الإنسان القدوس كان بيتألم زي وزيك بالضبط. تعالوا بينا مع ترنيمة رائعة، وأخويا المرنم الرائع الأخ موريس عجبان، نستمتع مع بعض وإحنا بنتشارك في الترنيمة. لا، لن أرى حبا أعظم، لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي، اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمرد. لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي، اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمرد.
دهشاتي تصاب بالذبح لم تفتح فاك كنعجتي صامتة تدوك للصلب هناك كشاك تصاب بالذبح لم تفتح فاك كنعجتي صامتة تدوك للصلب هناك في الجلجسة قد كلنا خائن ليهوذا حين أسلمك لمنا وعيرنا بطرس بالجبن يوم أنكرك كلنا قد كلنا خائن ليهوذا حين أسلمك نحن اليوم أمام الناس في بك ننكرك قطعتين من النحاس مثل يهوذا نسلمك ونحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك بقطعتين من النحاس مثل يهوذا نسلمك ورغم ذاك نحن نرى أساك بحبك المتجدد كشات تصاب للذبح لم تفتح فاك كنعجة صامتة تدوك للصلب هناك في الجلجسة فوق الصليب في الجلجسة الجمع كان ينادي لبرابس يطلق بالإفراج صلبك كان مطلبه أن تجلد أنت بالكربان الجمع كان ينادي لبرابس يطلق بالإفراج صلبك كان مطلبه أن تجلد أنت بالقربان حكموك عيروك حملوك صليب العار بين لصوص علقوك أيها القدوس البار حكموك عيروك حملوك صليب العار بين لصوص علقوك أيها القدوس البار ورغم ذاك نحن نراك تنسى أساك بحبك المتجدد كشات تصاق للذبح لم تفتح فاك كنعجة صامتة تدوك للصلب هناك كشات تصاق للذبح لم تفتح فاك كنعجة صامتة تدوك للصلب هناك في الجلجسة فوق الصليب في الجلجسة في الجلجسة فوق الصليب في الجلجسة النهاردة بنتابع معاكم عن آلام المسيح ومعانا تليفون أمامينا من مصر ألو ألو أمامينا غالبا الاتصال راح ممكن تتصل تاني اهلا وسهلا الو الو
بنعتذر لكل التليفونات يمكن اتأخرت في الاتصال أو في الرد، لكن مستنيين نستقبل كل تليفوناتكم اللي بتظهر لحضراتكم على الشاشة. دكتور إسحاق، يعني احنا مختلفين، يعني فينا ناس مختلفة في الإدراك والنضج، مختلفة في المستوى التعليمي، مختلفة في المستوى الثقافي، لكن أخص بالذكر المؤمنين. هل المؤمنين مختلفين في مستوى إدراكهم وتفهمهم لآلام المسيح؟ أكيد طبعاً أن المؤمنين مختلفين، وفي تفاوت بين الإدراك لآلام المسيح. وعلشان أأكد الفكرة دي أو أوضحها، ألجأ لقربان الدقيق في لوين 2. أي، احنا عارفين أن قربان الدقيق بيدي صورة للمسيح والألم المسيح وشخص المسيح وكمالات المسيح. على الأقل لما نقرأ في أفسس 5 يقول أن المسيح أسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. فلما يقول قربانا يبقى بيشير القربان للمسيح والشخص المسيح. القربان الدقيق مش ذبيحة دموية، فبيحكي عن الشخص الكامل اللي كان موجود على الأرض. وهو بتتكون قربان الدقيق عشان يتعمل من 3 مكونات رئيسية: الدقيق، واحنا عارفين ان الدقيق ابيض والمسيح كان قدوسا وطاهرا. والحاجة التانية الدقيق ذراته متجانسة، والمسيح كان كل صفاته متناغمة ومفيش صفة تضغو او تضغي على صفة اخرى. وكمان الدقيق ناعم جدا مفيهوش اي خشونة. المسيح ما تقدرش تقول انه جرح حد لما كان موجود هنا على الارض. لكن الدقيق ده عشان يتعمل القربان لازم حاجة بتيجي من فوق عليه، تسكب عليه من فوق، واللي بيسكب عليه هو الزيت. والزيت يشير للعمل الروح القدس. هو اتكون بالروح القدس في بطن المطوبة مريم، وعاش وسلك واقتيد بالروح لما كان على الأرض. بس مش بس في حاجة جاية من فوق تسكب عليه، لكن يتحط عليه لبان. اللبان ده مش جاي من فوق لتحت لما بيقرب النار من قربان الدقيق، لكن بيطلع من تحت لفوق رائحة طيبة لله. يبقى ده قربان الدقيق. بس لما نيجي عشان قربان الدقيق ده ريحته تظهر وعشان يستوي وينفع يتاكل، في 3 درجات ممكن او 3 طرق لتسويه وتجهيز قربان الدقيق. الطريقه الاولى انه يتحط على التنور. يعني يتحط في التنور؟ يعني على نار مباشره. وفي بعض المؤمنين ادركوا الام المسيح في اعماق كبيره جدا، ادركوا قد ايه الالم كان صعب جدا، كانه كان المسيح في التنور لما كان هنا على الارض كانت ألامه عميقة جدا وقوية جدا. في درجة أقل وراها، أنه ممكن يتحط قربان الدقيق على الصاج اللي محطوط على الصاج. الصاج بياخد جزء من النار أو من الحرارة، ففي البعض بيدرك أن المسيح تألم لكن بدرجة أقل شوية. لكن في نوعية ثالثة لما يتحط قربان الدقيق في الطاجن، والطاجن معمول من فخار فبياخد كمية أكبر من الحرارة، فإدراكه لآلام المسيح أقل من الحاجتين اللي قبليه. يبقى في 3 درجات: في أنه يتعمل قربان الدقيق في التنور، ده أصعب شيء، أو أنه قربان الدقيق يتعمل على الصاج، ده أقل شوية، أو يتعمل قربان الدقيق يتسوى في الطاج في الطاجن، فده أقل من الحاجات اللي فاتت. ليه بقول أن الثلاث نوعيات دول مهم نفهمهم؟ لأنه مدى تكريسنا للرب ومدى حياتنا التقوية للرب بتعتمد على مدى إدراكنا لألم المسيح. ما في مرنم كتب ترجمة قديمة جميلة خالص بيقول فيها: جراح حبيبي غلي عليا، خلتني أكره كل خطية واشتاق من قلبي أخدم اللي أحسن إلي. كل ما بدرك ألم المسيح أكثر كل ما قلبي بيتكرس أكثر. بقول للمشاهد العزيز، لو أنت موجود في الدرجة اللي برة الثلاث درجات اللي اتكلمنا عنهم في إدراكك لألم المسيح، معلش قول له خدني وصلني لإدراك الموضوع بتاع الطاجن ده. لو انت وصلت لموضوع انه الالام زي الطاجن، قول له وصلني للصاج، خليني ادخل لاعماق اكبر في ادراك الالام. ولو انت وصلت للصاج، قول له وصلني ادرك قد ايه انت كنت اكثر من هذا في التنور، وقد ايه الامك كانت عميقه جدا. خذني عند الصليب حيث الدم السكيب، علشان هناك اتكرس وتكون حياتي بجملتها لك. يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل الذي مات من اجلهم وقام. معانا تليفون، عذرا، مين معايا؟ الو، الو، ايوه، سلام يا هون. ممكن؟ الو، سلام يا هون. ايوه، مين معايا؟ الو، ايوه، مين معايا؟ اتفضلي سمعي. انا مدام
مدام نبيلة. مدام نبيلة، أهلا بيك يا مدام نبيلة، حضرتك معانا على الهواء، اتفضلي. ممكن 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 توطي التلفزيون؟ بصي حضرتك ممكن توطي التلفزيون علشان نسمع حضرتك وتسمعينا، اتفضلي. ما انا طفيت خالص صدقني. طيب اتفضلي حضرتك. انا عايزه طلب صلاه منكم، من جوزي تعبان جدا. عايزه طلب صلاه علشان جوزك تعبان، اتفضلي. عشان جوزي. ايوه. عنده ورم في الامعاء. الف سلامه ليه، امين. هنصلي من اجله يا اختي نبيله ان الرب يتمجد. هو اسمه تيتو رطفينا. امين، انا كتبت اسمه وهنصلي من اجله دلوقتي، بس قبل ما نصلي من اجله انا بسال حضرتك سؤال. حضرتك اخبارك ايه مع ربنا؟ اخبارك ايه مع الرب يسوع المسيح؟ اتعرفتي عليه وقبلتيه مخلص شخصي؟ انا مع ربنا على طول صدقني. انت مع ربنا على طول، لكن لا ما اقصدش انك بتروح الكنيسه، لكن جي في يوم من الايام حضرتك. امين، ربنا يباركك. حلو خالص انك تكوني بتعترفي وبتتناولي وكمان صايمه الايام دي. اسمعيني يا مدام نبيله، حلو خالص خالص، لكن حلو كمان تاني ان حضرتك يبقى المسيح ساكن جوه قلبك. لما يجي في النهارده كده في الحلقه دي او دلوقتي حالا تصلي وتقول يا رب ارحمني انا الخاطيه، صليت الصلاه دي قبل كده؟ بصلي على طول اقول يا رب ارحمني انا الخاطيه. حلو حلو، ارحمني انا الخاطيه. عوضني عن الخاطيه. امين امين. كلها احنا هنصلي من اجل زوج حضرتك، لكن اتمنى تكوني بتصلي ورايا دلوقتي. غمض عينك وصلي ورايا. يا رب يسوع، يا رب يسوع، أشكرك أشكرك علشان حبك ليا. يا رب يسوع، أختي نبيلة سمعاني؟ أمين أمين، شكرا. هنكون بنصلي من أجل زوج حضرتك ومن أجل كل الإخوة والأخوات والمشاهدين اللي هيكونوا بيتواصلوا معانا في الحلقة. معانا تليفون تاني. ألو أبو مهند. ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. لدي كلمة إذا سمحتم لي بذلك. تفضل. هناك صلبان صامتة طلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. هذه الصلبان الثلاثة مرفوعة على جبل الجلدسة. الصليب الأول يوحي إلى لص مات بخطيئته، والثاني يوحي إلى لص مات عن خطيئته، لكن الصليب الثالث الذي في الوسط كان يوحي إلى المخلص الذي مات من أجل خطايانا. هنا قسمت البشرية إلى قسمين، الذين يرفضون المسيح يموتون بخطيئتهم، والذين يقبلون المسيح وعمله على الصليب فيموتون عن خطيئتهم التي دفع ثمنها عنهم بدمه. كيف نموت عن خطيئتنا بمجرد قبولنا المسيح؟ يجب أن ندرك بأننا لسنا في بعد عبيدا للخطيئة، أننا سلمنا زمام الأمور للرب الحبيب، فندين الخطيئة في داخلنا، نتكلم بالصدق بدلا من الكذب، ونواجه الغضب والسخط والصبر، ونستغرق في أعمال صالحة، فنساعد الآخرين، ونغفر لكل من يسيء إلينا، وننسى تماما كما غفر الله لنا خطايانا. أمين أمين، شكرا شكرا أبو مهند، الرسالة وصلت، شكرا لحضرتك، الرب يباركك، مبسوطين جدا لاتصالك. معانا التليفون تاني. ألو 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 ألو. أيوة الأخت نبيلة معانا، شكرا لاتصالك مرة تانية، ربنا يباركك.
الو الو ايوه يا فندم. ام ريمون من القاهره. ام ريمون اهلا بيك يا ام ريمون. سوري اهلا بيك. اتفضلي. عايزه اطلب صلاه لاولادي يعرفوا الرب. عايزه اطلب صلاه ان زوج حضرتك يعرف الرب. نعم. امين. لاولادي. لاولادك يعرفوا الرب. طيب الاول حضرتك جبلت الرب يسوع مخلص وفادي. طب حلو. ايوه انا مع الرب يسوع دايما على طول. امين. ربنا يباركك. طول ما انت معاه وطول ما هو في قلبك وانت بتصلي من اجلهم هيجي يوم من الايام هيكرم ايمانك فيهم وهيبقوا معاكي، واحنا كمان هنشاركك الصلاه يا ام ريمون لاجل اولادك. الرب يباركك. امين. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. ارجع تاني دكتور اسحاق، حضرتك كلمتنا عن تقدمه الدقيق وعن المستويات النضج ثلاث مراحل. حضرتك قلت لنا ان فيه صاج وفيه تنور وفيه طاجن ودول يمكن بياخدونا للي هم الاحداث والاباء في الاول وبعد كده الاحداث وبعد كده الاطفال او الاولاد وقد يرجع بينا برضو للوين واحد للمحرقه ايا كان تقدير مين هو للمسيح اللي بيقدم تور واللي بيقدم خروف واللي بيقدم فرخي يمام او حمام. الرب يباركك وده بيولد جوانا طاقه تكريسيه رائعه للرب يسوع المسيح. اخويا موريس حابين نستمتع بترنيمه من الترانيم الرائعه اللي الرب يباركك ويستخدمك فيها. والدكتور اسحاق بيتكلم عن الدرجات. أي ختم وقال كده انه خليني جنب الصليب. أمين. وانا عايز اقول خليني قرب الصليب. امين امين. حيث سال المجد. فوق
الصليب في الصليب راح طيب الفاخر في حياتي وكذا عند ذاك الفاجر. خليني قرب الصليب، موضوع حلقتنا النهاردة آلام المسيح. الصليب كل ما اجتاز فيه المسيح من آلام. وأخويا مكرم وهو بيتكلم كلمنا عن ثلاث أنواع من الألم: آلام نفسية وآلام جسدية وآلام كفارية. أخويا الدكتور إسحاق، عايزين ناخد جولة في نوعية أو أنواع الآلام اللي اجتاز فيها الرب يسوع المسيح، وحسنا نبدأ بالآلام النفسية. تفضل. يعني هنتكلم شوية عن قديه المسيح لما كان على الأرض ضغط نفسيا بضغوطات مختلفة وكثيرة وبألام نفسية كثيرة. وبشجع كل حد بيضطرب نفسيا أو بيضغط أن المسيح لما كان على الأرض في طول تاريخه ياما الضغط نفسيا، فلا تخجل من ألامك النفسية. حابب أبدأ في البداية أقول ألم مثلا الحزن والاكتئاب في البستان لما راح علشان يصلي وانفصل عن التلاميذ نحو رمية حجر، والكتاب يقول أنه ابتدأ في إنجيل يقول يدهش ويكتئب. يدهش نوع أصعب شوية كمان من الحزن، وفي إنجيل آخر يقول ابتدأ يحزن ويكتئب. ولك أن تتصور اللي رنمت لأجله الملائكة في البداية المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، الذي هو سرور البشر، يجد أو يمتلئ بهذا الكم من الحزن والاكتئاب في البستان. واللي كان سبب مش مسرة للبشر بس، لكن سبب سرور لله اللي فتح عليه السماء وقال هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت كل السرور، واللي مرة تاني قال له اسمعوا الذي به سررت كل السرور له اسمعوا. كان يكتئب ويحزن ويدهش في البستان، ولا إجابة عندي لحزنه النفسي سوى أنه كان يدرك تماما عظم الكأس التي كان مقبلا أنه يشربها، وهذه الكأس هي كأس دينونة نتيجة خطايانا. لكن أتكلم مش بس ألام الاكتئاب والحزن في البستان، كان اتقال عنه أنه محتقر زي ما سمعنا من أخويا مكرم، محتقر ومخزول. اسمح لي دكتور إسحاق، طيب. في تليفون. اتفضل. ألو ألو ألو، تفضل معانا على الهوا. مين؟ لو حضرتك أو حضرتك سمعنا ممكن نطفي التلفزيون وتسمعنا من التليفون. ألو ألو. أيوة أبو يوسف معانا. مساء الخير. مساء الخير. أيوة معاك فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك يا خالد. والله طالب طب الصالة كده، والدتي تعبانة جدا، فإحنا طبعا الأيام الحلوة اللي داخلة وأسبوع الإعلام، وإحنا يعني عشان ربنا يبنتها نفس حلوة اللي عنده كده تشفى. أمين أمين يا أبو يوسف، هنصلي من أجلها. لكن أبو يوسف دايما السؤال اللي أنا بسأله ونفسي أسأله لحضرتك، أنت عرفت الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتك؟ طبعا، ده أنا في الأسرة كلها نشكر الله، إحنا عايشين بدم المسيح وعايشين بنعمته وبركته في البيت. أمين أمين أمين. تابع معانا لآخر الحلقة وإحنا هنكون بنصلي من أجل والدة حضرتك. الرب يتمجد ويلمس جسدها ويلمس شفاها. تفضل. يا ريت صلي من اجل والدتي، ومعايا اخ كمان عنده سكر، يا ريت برضه طلب صلاه لي، يعني ربنا يتمجد بعد. امين امين يا ابو يوسف، هنكون بنصلي. أمين. هنكون بنصلي من اجل والده حضرتك واخو حضرتك. شكرا، الرب معاك. اخويا موريس، في ثلاث طلبات صلاه لغايه دلوقتي، ينفع حضرتك تصلي من اجلهم؟ سواء زوج الأخت نبيلة أو أولاد أم ريمون، أو كمان أبو يوسف طلب أن يصلي من أجل والدته أخوه. يا رب إحنا بنيجي قدامك وإحنا واثقين إنك الأب الطيب اللي تسمع لأناتنا، وأنت شاعر بألمنا، وأنت مكتوب عن جلالك إسقطت ألم
مجربا يقدر أن يعين المجربين. يا رب حطين بين إيديك كل حد طلب طلبة صلاة لأجل مريض عنده، وإحنا بنرفع قلوبنا إنه في مرض أصعب من أمراضنا الجسدية، هو مرض الخطية. بنصلي إليك يا أبونا إنك تصل إلى قلوب البعيدين عنك يا سيد، عشان يعرفوك ويضمنوا حياتهم الأبدية. لكن يا رب من أجل إخواتي اللي عندهم ألام وعندهم أتعاب، بنحطهم بين يديك، فأنت الشافي، تقدر أن تمد يمينك وتصنع يا رب عظائم وتصنع شفاء. يا رب أصلك لأخويا تيتو اللي عنده ألام وورم في المعدة، بصلي يا رب لأجل الأم المتألمة، وأخويا بيطلب من أجلها، بصلي رب لأجل الأخ اللي عنده السكر، بصلي رب لأجل الأم اللي طلبت طلبة صلاة لأجل ولادها يعرفوك. أصلي في اسم المسيح أنك توصل للكل بقدرتك العجيبة لكل المجد. آمين آمين. سوري يا أخويا إسحاق، معانا تليفون تاني. الأخ ممدوح من أمريكا. أهلا، مساء الخير. مساء الخير. الرب يبارككم وأولاد الله ظاهرون فعلا أن مسيحنا وكل المجد له شهود في أرض أطراف المسجد. أمين أمين. طبعا تحياتي تحياتي. أهلا بيك حبيبي. العظماء المباركين، هذا الحدث العظيم الذي أنه في ألام المسيح باختصار شديد أثبت البرنامج، هو حدث لا يعني لنا اليوم ولا التاريخ، لكن يعني لنا الحدث أنه حدث عظيم قسم التاريخ إلى نصفين، قبل وبعد، العهد القديم والعهد الجديد، عهد النعمة فيه المسيح. نعم نعم، احنا بنتألم لألام المسيح، لا، هو المسيح قال السرور الموضوع أمامه. المسيح تمم كل شيء في الصليب، من بين عبارات سبعة نطق سيدي من فوق الصليب قد أكمل، وأول عبارة نطق بها سيدي يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فصليب المسيح تمجد، أجدتك بالمجد الذي كان عندك قبل كون العالم. رأينا الغفران والمصالحة والتبرير، تعالوا إن كل شيء قد أعد. يبارككم الرب، رب يبارك. ودائما ألام الصليب وموت المسيح الكفاري الذي نده في النطق الرابع إلهي إلهي لماذا تركتني. كانت الألام الكفارية. شكرا 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 أخ ممدوح، شكرا، الرسالة وصلت، متشكرين جدا جدا، رب يباركك. نشكر رب لأجل كل المتابعين والمشاهدين لنا في كل العالم، سواء من أمريكا أو مصر، مستنيين تليفوناتكم، الرب يبارككم. أختنا هدية. ألو. أيوة أيوة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، سامعين حضرتك. ألو. سامعين حضرتك، اتفضلي على الهواء معانا. اهلا بحضرتك. دلوقتي انا معايا ابني زعلان مع اخوه، هو الاثنين يعني مع بعض، هما الاثنين في ايطاليا، فان هو عمل يعني عمايل معاه وحشه، هو الصغير دوت زعلان جدا من اخوه الكبير. اخوه الكبير يعني عمل يعني مع الناس معاه، وزعلان قوي من اخوه من غير ما عمل له اي حاجه، بس عشان كان بيشتغل في شغله أعطي له أجل صغير. راح دخل أخوه، قلت له ابني خليك دخل أخوك معاك، قال لي لا يا ماما لا يا ماما، قلت له معلش. دخل أخوه جاء عليه إيه على أخوه يا عيني، أخذ حق أخوه وزعل أخوه ويقول له لما أخذ أنا أحطك تحت جزمتي، وزعلان منه أخوه الصغير. ليه كده ودلي سبع سنين وبيكلم نفسه منه وزعلان، وكلم الناس كلها وزعل. أخوه الكبير يعمل في أخوه كده هوت. أنا عايزة طلب الصلاة من حضرتكم. أمين. أمين يا ماما. عشانهم. أمين. دموعك غالية، دموعك غالية، ودموعك السماء جمعتها في زقة عندها. احنا هنكون بنصلي من أجل ولاد حضرتك، لكن كمان أنا حابب أن احنا
تكون رسالة المسيح وصلت ليكي، يكون انت قلبك اتملى بالمسيح يا ماما. سمعاني يا مدام هدية؟ انا زعل الناس، 7 سنين ما بيكلموا بعض، وجاي على اخوه الصغير، الكبير جاي على الصغير، يقول انا ما عملتش حاجه. طيب. وهو مش حديه. بص حضرتك، احنا هنكون بنصلي من اجلهم. يعني اولا يقبلوا المسيح، لان لما المسيح يدخل قلبهم هيتغيروا، هيميلوا لبعض وهيحبوا بعض. المحبه بتاعه المسيح تلين العلاقات بينهم، لكن كمان احنا هنصلي من اجلك ان المسيح يدخل قلبك، وعلشان لما انت تكوني قبلت المسيح مخلص وفادي هتكون علاقتك بالسماء اتصلحت، وهتصلي كمان واحنا نشاركك الصلاه من اجل ولادك. امين امين امين. اخت نهال، الاخت نهال من انجلترا، اهلا وسهلا. الو الو. الو الاخت نهال. ايوه سلام ونعمه لحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيكي. رب جدا من اجلك اقدم كلمه فينا كتابي بدون مساواه، لان الحقيقه دلوقتي الواحد بقى يشوف للاسف قدام كتير علشان يكسبوا اللي قدامهم يتنازلوا عن الحق الكتابي الكامل. فالرب يبارككم واحد واحد. وطبعا مش هقدر اضيف على الكلام الجميل اللي قدمته لنا بمناسبه موضوع النهارده، بس انا عايزه اضيف حته صغيره خالص، ان الام الرب يسوع لكل المجد كانت على الصليب مش بس الام جسديه لكن الام نفسيه. وانا عايزه احط مليون خط على الالام النفسيه، ان تعرى ونزعت ثيابه عنه وبثق في وجهه واتريقوا عليه بطريقه ساركاستك خالص وقالوا له تنبأ يا ملك اليهود، لكنه عمل ايه بقى؟ عشان الحته دي هدخل منها على سؤالي. تحمل للنهايه مستهينا برخيتي من اجل السرور الموضوع امامه وهو خلاص البشريه. فهنا عايزه اسيب كلمه لكل خادم ربما اتجرح من شريك حياته او من احد والديه او من اعز اصدقائه ومش قادر يغفر او يسامح، فمن فضلك بص ليسوع اللي هو ملك الملوك ورب الارباب الذي لم يفعل خطيه ولم يكن في فم غش، لكنه جرح في بيت احبائه، حتى تلاميذه تركوه، لكنه لما قالش بقى كرامتي، لكن اللي عمله الحقيقه انه اطلق الغفران بكل محبه وقال للاب السماوي اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فاخر حاجه احب اقولها هو سبيشال ريكوست، طلب خاص لحضراتكم، يا ريت من فضلكم تطيبوا خاطر الخدام اللي تركوا الخدمه وتعثروا من خدام اخرين ومش قادرين يمشوا بدعوتهم ويتمموا خدمتهم بسبب العثره اللي لقوها من الخدام الكبار. والشق الثاني من السؤال، لو في 2 من الخدام اختلفوا على شيء في الخدمه وطريقه التعليم، فاحدهم يعني اتهم الاخر باتهامات جارحه، فما كان من الخادم الاخر الا وقال له يعني الاختصار عباده. فسؤالي هل ده غفران ولا لازم؟ شكرا يا اخت نهال، الرساله وصلت. اكيد عند حضرتك سؤال، حضرتك قلتي في البدايه ان في سؤال. اهلا بيكي. سؤال، انا قلت لحضرتك السؤال، هل السؤال ما كانش في التسجيل؟ نسمع تاني حضرتك. انا بقول لو في 2 من الخدام احدهم يعني اختلفوا في طريقه التعليم، فاحدهم اتهم الخادم الاخر باتهامات جارحه، وفما كان من الخادم الاخر انه يعني قال خلاص الاختصار عباده ومفيش يعني علاقه بيننا وبين بعض. هل سؤالي هل ده يعتبر غفران ولا لازم العلاقه تعود كما كانت؟ وربي يبارك. شكرا شكرا لحضرتك، شكرا اخت نهال. في كمان في الاخ ناصر من المنيا، عذرا دكتور اسحاق. الو الاخ ناصر. اتفضل يا اخ ناصر، الاخ ناصر من المنيا معانا. الو الو. ايوه سامعين حضرتك، اتفضل. يا اخ ناصر معاكم، مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك يا اخ ناصر، اتفضل.
الله يخليك. انا نطلب بس طلب الصلاه من اجل ابن مينا، عاوز المسيح يوصل له ويعمل يعني عاوز يبقى خليقه جديده يبقى ملك الرب. أمين. امين امين يا اخ ناصر. هنكون بنصلي من اجل مينا ومن اجل كل الشباب والاولاد اللي في سن مينا، الرب يباركك. ارجع تاني اخويا دكتور اسحاق، حياتك قلت كلمه يمكن شويه صعبه في الالام النفسيه اللي الرب يسوع المسيح اجتاز فيها، ابتدا يدهش ويكتئب. عندي سؤال صغير وبعد كده هسيب لحياتك المجال. هل المؤمن ممكن يدخل في اكتئاب؟ يعني إذا كان الرب يسوع المسيح ابتدى يدهش ويكتئب، يدهش ويكتئب، هل المؤمن ممكن في حزنه يوصل لدرجة الاكتئاب؟ هل ممكن المؤمن المولود من الله يوصل لمرحلة ضغط نفسي يحتاج لعلاج نفسي؟ يعني دايما بنقول إنه هل المؤمن معفى من إن يجيله سكر أو ضغط أو أي مرض عضوي؟ الحقيقة زيه زي أي حد ممكن يصاب بأي مرض، وكذلك أي متاعب نفسية، ونتجرأ ونقول وحتى أي أمراض نفسية. فطبيعي جدا نتيجة تكويننا البشري الهش إن إحنا ممكن نضعف، ممكن نخاف، ممكن نكتئب، ونوصل في أوقات معينة إنه حتى بالمحاولات الطبيعية لتهدئة نفوسنا مش نافع، وقد نحتاج إلى دواء وذهاب للطبيب للعلاج. فزي ما قلت الرسالة اللي ممكن نكون بنسيبها مع المشاهد، لا تخجل حتى من ألامك النفسية، لان احنا بتركيبتنا الطبيعيه احنا تراب، ومن السهل جدا ان احنا يعني نصاب باي نوع من الاضطرابات النفسيه او حتى بالامراض النفسيه. عايز اكمل الكلام اللي بداناه. المسيح اندهش وبكى او حزن واكتئب في البستان، لكن مظهر تاني من مظاهر الالام النفسيه الاحتقار والخذلان، هو كده اتقال عنه زي ما كنا بنسمع من اخويا مكرم، محتقر ومخذول. مشهد من مشاهد الاحتقار اللي عد عليها المسيح انه لما راح يهوذا عشان يبيعه، اعتقد ان يهوذا كان طالب مبلغ كبير جدا، يعني هو لو طال يبيع المسيح باعلى ثمن ويكسب مبلغ محترم، هو عايز المال، هو بيحب الفلوس، وكان سارقا وكان ياخذ كل ما يلقى في الصندوق. لكن الكتبه والفريسيين حددوا ثمن معين للمسيح، حددوا له 30 من الفضه، وكان هذا قمه الاحتقار، لأن 30 من الفضة ثمن عبد ملوش قيمة، ينطحوا طور نطاح، فيروح العهد القديم بيقول لنا كده عشان يعوض صاحب الطور صاحب العبد اللي اتنطح ومات، فيعوضه ب 30 من الفضة. فلكم أن تتصوروا كم الاحتقار عندما يقيم المسيح ب 30 من الفضة. لكن أتكلم شوية عن الخذلان، ويمكن أخويا مكرم أشار لكده، المسيح خذل في البداية، فتقال عن المطابة مريم ويوسف النجار لم يكن لهما موضع في المنزل. يعني أفتكر أنه كانوا بيخبطوا على البيوت بيت بيت عشان تولد المطابة مريم، وملقوش بيت أو فندق يتفتح لهم علشان يقبلهم. هو قال لما كان على الأرض للثعالب أو جرى، ولطيور السماء أو كار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. طب ما فيش حد يفتح له بيته؟ مضى كل واحد من تلاميذه إلى خاصته، والكتاب يقول لنا ان الرب يسوع مضى الى الجبل. لما نتفرج على الاعاله بتاعته، كان مجموعه من النسوه يعولن الرب. لكن قمه الخذلان للمسيح عندما وضع في مقارنه مع باراباس، وسال بيلاطس من اطلق لكم، باراباس الذي امسك في فتنه وفي قتل، واما ام يسوع الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس؟ وللاسف وللأسف لقى خذلانا عظيما، لأنهم ندهوا وقالوا اطلق باراباس، ماذا أفعل بيسوع الملك بتاعكم الذي يدعى ملك اليهود؟ قالوا اصلبه اصلبه، دمه علينا وعلى أولادنا. يبقى المسيح لقى ألام الاكتئاب والحزن، ثم لقى ألام الاحتقار والخذلان، الاحتقار والخذلان. لكن هتكلم عن شكل تاني من ألامه، ألام الوحدة. ربما واحد من اللي بيسمعنا بيتألم بسبب شعوره بأنه وحيد، ربما هو وحيد ما فيش حد معاه في البيت، أو ربما موجود وسط ناس لكن الناس مش قادرة تفهمه، فلديه شعور بالوحدة. المسيح قال كده في مزمور 102، سهدت وصرت مثل عصفور منفرد على السطح. دايما العصفور ما يعرفش يمشي لوحده، طائر اجتماعي، دايما ليه وليف. لكن المسيح ترك من الكل
وصار في وحدته كعصفور منفردا على السطح. بس واحد من خدام الحبايب شرحها بطريقة جميلة أنا بتعزى بيها، قال ربما نيجي في اجتماع صلاة وأكون أنا حزين، وبعدين الإخوة يقولوا لي صلي، فأنا مش قادر أصلي، فأنا منفردا لكن في القاع مش قادر أطلع لفوق. لكن المسيح لما كان منفردا في وحدته مش بينزل لتحت لكن بيطلع لفوق. صلاة لمسكين إذا أعيا وسكب شكواه أمام الله أو أمام الرب. يبقى عانى من ألام الوحدة، لكن أكثر من هذا عانى من ألام النبز. يقول مش بس في مزمور 102 أن سهدت وصرت مثل عصفور منفردا على السطح، لكن يقول أن أنا صرت مثل بومة الخرب. البومة الولاد الصغيرين يخافوا منها ويضربوها بالطوب، والمسيح طرد ونبذ من الناس عندما كان على الأرض. وبشجع اللي بيسمعني، لو وصلت لمرحلة مش الوحدة لكن لو وصلت وشعرت أنك منبوذ من آخرين ومن كثيرين وحتى من أقرب الناس ليك، ما تفشلش، لأن المسيح اختبر هذا في يوم من الأيام. البوم بيتحرك بالليل يدور على أكله، وبالنهار مستخبي، فكأنهم استكثروا على هذا الشخص الحياة الطبيعية. وأنا عايز أقول لكم المسيح لما كان على الأرض طرد ونبذ واستكثروا عليه الحياة الطبيعية. لقى أيضا ألام السخرية والتعيير. يقول بروح النبوة في مزمور 69 يتكلم في الجالسون في الباب، يعني الشرفاء والعظماء، لكن مش بس الجالسون في الباب، الناس التعبانة بتوع المواويل، أغاني شرابي المسكر. ويمكن يستغرب المشاهد لو بص في متى 27 هيلاقي أربع نوعيات عند الصليب، لكن الأربع نوعيات على اختلافهم واختلاف خلفياتهم الأربع نوعيات اشتركوا في تعيير المسيح. يعني عندنا الجنود صنعوا التاج أو إكليل الشوك وحطوه على دماغه، وخلعوا ثياب المسيح وألبسوه ثوبا قرمذيا لأن ده ثوب الملوك، بيتريقوا عليه كأنهم بيقولوا له أنت ملك بس بيسخروا منه، وجابوا قصبة ومسكوها له في إيده وكانوا يكثون أمامه. في متى 27 يقول لنا كده، ويقولون له السلام يا ملك اليهود. يبقى العسكر احتقروه وسخروا منه. لكن ترى عن اللصين، يعني أنا بتخيل العسكر ممكن يتريقوا، لكن اللصين اللي المفروض هيموتوا نتيجة شرهم يتقال كان اللصان يعيرانه. لكن أكثر من كده المجتازون في المكان، طب أنتم معدين بس، طب عدوا خلاص، لا مش بيعدوا يسكتوا، كانوا بيسخروا منه قائلين يا ناقد الهيكل وبنيه خلص نفسك إن كنت أنت ابن الله. لكن أكثر من هذا الكتبة والفريسيين عبروا من المكان وسخروا منه قائلين خلص آخرين وأما نفسه فما قدر أن يخلصها. أبص على ألام أخرى هي ألام الترك. إيه ألام الترك؟ معلش أكمل بس الفكرة دي. ألام الترك إنه المسيح كده قال لتلاميذه اسهروا معي ساعة، يعني كان عايزهم يقعدوا معاه، لكن رجعوا لقاهم نيام وقال لهم التعبير المؤلم ده. يمكن وإحنا بنقرأ النهاردة الكلام ده تأثرت جدا، أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ يقول كده أن الجميع لما جم بقى ساعة القبض عليه تركوه وعملوا إيه؟ وهربوا. في أكثر من كده، الناس اللي تخلت عنه أنه كان لابسا، واحد من اللي بيتبعوه كان لابسا إذارا على عريه، فلما جم يمسكوا عليه أو يقبضوا الشخص ده وما تقالش اسمه، وعلى الأرجح شراح بيقولوا أنه مرقص ترك الثوب بتاعه وهرب عريانا. ياه، للدرجة دي محدش قادر يقف في صفه، للدرجة دي محدش قادر يرفع رأسه. ليالي وأيام عاش مع تلاميذه ويخدمهم بكل أمانة، لم يتخلى عن واحد منهم، علمهم، استحملهم، عاش معهم، كان أمينا جدا في تعامله معهم. لكن كان هذا جزاء المحبة وجزاء الأمانة، فاختبر المسيح ألام الخزلان والهجر. لكن أختم بآخر حاجة من الألام النفسية، ألام الخجل. استغربت أن مرتين بصق على وجهه في المحاكمات، ومش عارف مين اللي اتجرأ وعمل كده. لكن أيضا الجنود يتقال عنهم أنهم تهكموا عليه وبصقوا على وجهه. بس عشان ندرك قد ايه الخجل اللي كان فيه لما بصقوا على وجهه، اتقال تعبير عن مريم لما ضربت بالبرص وحاول موسى يدافع عنها في سفر العدد، فالرب قال له لا ما تتشفعش لأجلها، وقال التعبير ده لو بصق أبوها في وجهها أما كانت تخجل 7 أيام.
خدوا بالكم من التعبير، يعني لو أبو مريم بصق في وجهها كانت تخجل كام يوم؟ 7 أيام. تخيلوا المسيح مش واحد بيبصق على وجهه، لكن ربما أعداد كبيرة جدا من الناس اللي ما لهمش قيمة زي الجنود وزي اللي كانوا بيحكموه بأعداد رهيبة جدا، يخجل كام يوم أو إلى أي حد يكون خجله. مرة تانية بقدم رسالة تشجيع للمستمع، إذا كنت تعاني من ألم نفسي وإذا ترك البشر وتخلى عنك، عايز أقول لك هناك صديق اختبر كل ما عبرت عليه ويستطيع أن يؤذرك ويعينك، يعين المجربين، لأنه اختبر أحزانك النفسية التي تعبر عليها. فتشجع واطلبه واستند عليه وثق في أنه يستطيع أن يعزيك، حتى لو أقرب من ليك تركك أو نبذك أو جافاك أو تخلى عنك. ربي يباركك دكتور إسحاق. يمكن حاليا مضطرين نطلع فاصل، وفي الفاصل ده عزيزي المشاهد هنستمع لاثنين خدام رائعين. ابقوا معنا، الحلقة سرية ولذيذة وممتعة، كلام كتابي رائع من خادم الرب الجميل الدكتور إسحاق شحاتة. ابقوا معنا بعد الفاصل، هنرجع لكم ونكمل باقي أنواع الألام. يقول الوحي إنه ضرب لأجل ذنب شعبي، الابن المحبوب صار من أجلي ومن أجلك مضروب. هعدي معاك بسرعة شديدة عن أماكن خرج منها دم من جسد الرب يسوع. الألام، الألام الجسدية والمعاناة النفسية اللي كان بيعدي فيها المسيح قبل الصليب وأثناء الصليب. يقولك كده، إذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة فصار عرقه كقطرات من الدم. مكان تاني نزل منه دم من رأسه، مسكوا كده عصايا وإكليل الشوك وخبط خبطة شديدة. على فكرة كل مكان نزل منه دم كان علشان يطهر شيء، يعني نزل دم من رأس المسيح علشان يقدس فكرك. إيه رأيك؟ إحنا بنشرح وبنتكلم عن ألام المسيح مع خدام الرب، الرب عايز يغسل ذهنك بدمه الكريم. لكن مكان ثالث نزل منه دم بسرعة من وجهه، يقولك بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين. الوجه الصحة صار مضروب لأجلك. مكان رابع بسرعة، الجلدات، على ظهري حرس الحراس طولوا علي أتلامهم. يا منظر رهيب جدا، ليه يا رب تتجلد؟ ليه تتحرت؟ يقولك الذي بجلدته شفيته. لكن مكان خامس نزل منه دم من جسد المسيح من إيديه عشان يقدس أعمالك، يغسل إيديك النهاردة الرب يسوع بدمه. مكان سادس من رجليه علشان يغير سلوكك. المكان السابع والأخير من جنبه الكريم، للوقت خرج دم وماء. بقدم ليك دعوة النهاردة، دم المسيح يطهرك من كل خطيئة. ألام المسيح عند الصليب كانت كثيرة جدا، وألم من الله، ألم من البشر، ألم نفسية. لكن أنا في اللحظات دي عايز أتكلم معك عزيزي المشاهد عن ألم أقدر أسميه ألم الترك، اختبره ربنا يسوع المسيح عند الصليب بالتحديد. خليني أبتدي بالترك من البشر. لما كان ربنا يسوع المسيح في آخر ليلة في البستان وكان بيصلي، كان معاه 12 تلميذ، دول تقدر تسميهم أصحابه، أعز من لي على الأرض، اللي عاش معاهم 3.5 سنين على الأقل، بيأكلوا مع بعض، بيشربوا مع بعض، بيطلعوا مع بعض، بيدخلوا مع بعض، يعني في صحوبية جامدة بين الاثنين. لكن للأسف في اللحظات دي لما جاي يتقبض على ربنا يسوع المسيح، بيقول الكتاب صراحة في متى 26، حينئذ تركه جميع التلاميذ وهربوا. في اللحظات دي اختبر ربنا يسوع المسيح قد إيه أعز من ليه من أصحابه، من تلاميذه اللي علمهم، قد إيه تركوه وسابوه لوحده. بالدرجة اللي كاتب سفر المزامير يصف اللحظات دي ويقول سهدت وصرت كعصفور منفرد على السطح. يمكن عزيز المشاهد اتعرضت لغدر وخيانة وترك من أعز الناس ليك على الأرض، بس عايز أقولك أنت مش أول واحد يختبر الألم ده، لكن ربنا يسوع المسيح اختبره قبلك. بس عايز أقولك على ألم أصعب من ده
برضو في الترك اختبروا ربنا يسوع المسيح. لما كان على الصليب صرخ صراحة: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لما بدأ يواجه عدالة الله ولما بدأ يواجه دينونة الله، المسيح اختبر أن الآب تركه لوحده يواجه قصاص خطايانا. مات المسيح لأجلك. أصلي من قلبي أنك أنت تدي كل عواطفك وكل قلبك للمسيح وتعيش له كل أيام حياتك. آمين. هل جلست في هدوء ونظرت للعلاء وتأملت صليبا بين أرض وسماء فوقه الحب تجلى بجراح ودماء صافحا عن صليبي بصلاة ودعاء صافحا عن صليبي بصلاة ودعاء يزيح الجبال ينادي دعاء بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام ويبصر حتى الضريح باصح الدمع السكين من عيون البسطاء نازعا حزن الحزانة زارعا فيهم عذاب كافرا كل الخطايا شافيا من فيه داء رافعا كل البلاء دافعا كل الشقاء رافعا كل البلاء دافعا كل الشقاء ونعد بالفداء من مسيح بدماغه علم الدنيا العطاء فقرا وهو غني حتى يغني الفقراء جاء للعالمين فائز الكون ضياء جاء للعالمين فائز الكون ضياء يزيح الجبال ينادي دعاء بصوت يهد الضمير شيع ينير الظلام ويبصر حتى الضرير ويبصر حتى الضرير. عزيزي المشاهد، استمتعنا واستمعنا في الفاصل لاثنين خدام رائعين كلمونا عن آلام المسيح، لكن أرجع مع حضراتكم تاني للخادم الجميل دكتور إسحاق شحاتة. كلمتنا عن الآلام النفسية
وقد إيه وحضرتك بترسم لنا معالم هذه الألام من خلال ما سطره الوحي. الموضوع صعب جدا جدا، لكن حضرتك قلت لنا في البداية إن في نوع تاني من الألام اسمه الألام الجسدية. حابين نسمع ونستمتع، لكن أدعوك عزيزي المشاهد وانت بتسمع عن الآلام الجسدية، طبعا مش دي الآلام اللي خلصتنا، لكن عايز حضرتك تقدر معايا قد ايه كان الألم اللي اجتاز فيه الرب يسوع المسيح. يعني لو حبينا نتكلم على الآلام الجسدية هنبدأ بفكرة الضعف او الوهن اللي اصيب به المسيح نتيجة الليلة في المحاكمة، وبعدين حمل الصليب ورايح علشان يعلق عليه، واحنا عارفين في البستان وهو بيصلي جه التعبير الغريب ده شويه، انه جاء اليه ملاك في انجيل لوقا، وما كانش ينفع غير ان لوقا اللي يقول كده لان ده انجيل ابن الانسان، جاء اليه ملاك من السماء لكي يقويه. لكن الحقيقه لما بنقرا في العهد القديم بنعرف قد ايه كان بيختبر المسيح الضعف وهو رايح للصليب، بدايه من البستان وفي طريق الجلجوسة والنهايه لما علق على الصليب. مثلا يقول يبست مثل شقف قوتي ولصق لساني بحنكي، يبست مثل شقف قوتي. أيوة. يقول ضعف في الطريق قوتي، قصر أيامي، أقول يا إلهي لا تقبضني في نصف أيامي. مرة تاني يقول فرقتني قوتي ونور عيني. كأنه وهو رايح للصليب اختبر الضعف. تخيل هذا القدير والعظيم لكن كإنسان أو كالإنسان لأجلك ولأجلي اختبر الضعف. لكن نقدر نقف قدام ثلاث أنواع من الألام الجسدية كلنا عارفينهم، لكن ربما محتاجين نلقي عليهم ضوء. الألم الأولاني إكليل الشوك، وحد قال أكيد الأشواك اللي جمعوها كانت طويلة. أيوة. وأكيد كانت كتيرة علشان تعمل حاجة زي المقطف كده أو الغطى للرأس فتصير إكليل، فأكيد كان عدد الأشواك فيها كبير جدا. وإحنا عارفين أن بعد ما حطوا إكليل الشوك على رأسه وسجدوا لي واحتقروا قائلين السلام يا ملك اليهود، مسكوا القصبة، وأكيد القصبة دي تقيلة، وراحوا خبطين على إكليل الشوك فوق رأسه فغرس إكليل الشوك في رأس المسيح. أكيد كانت الألام رهيبة جدا، ألام إكليل الشوك. الإكليل الشوك، الشوك اللي جه نتيجة لعنة الأرض نتيجة شر الإنسان، اتاخد وتحط على رأس المسيح. يعني احنا جبنا الأذى وحطينا الأذى فوق راسه بدل ما نكرمه ونمجده ونرفعه. كان اختراع جديد على فكرة، موضوع إكليل الشوك ده اختراع جديد، لكن اختراع يحكي عن شر الإنسان وخرابه. لكن كمان الجلد، والجلد احنا عارفين انه جلد المسيح لا بحسب الترتيب اليهودي لكن بحسب الترتيب الروماني. أيوة. والصوت الروماني كان صعب جدا لانه كان بينتهي بتسع قطع، الصوت اليهودي قطعة جلد واحدة، لكن الصوت الروماني تسع قطع وينتهي بقطع من الحديد او النحاس والرصاص وقطع من العظم الجاف. فتتخيل ان المسيح هو بيتجلد مع اكثر من 40 جلدة بينزل الصوت على ظهره، اكيد كان بيعمل بيقطع في ظهره، وعشان كده وقال بروح النبوة على ظهري حرس الحراس طولوا أتلامهم، وفي مكان تاني يقول مضقوا ولم يكفوا. لكن الألام بقى الأصعب، ودي اللي أختم بيها الألام الجسدية، ألام الصلب. وباختصار جدا قريت بعض الحاجات مرعبة جدا لكن أشارك بيها اللي بيسمعني، ربما تكون فرقة مع المشاهد لو تصور اللي بيحصل. الصليب عبارة عن قطعتين عرضتين، كان أول حاجة بيعملوها بيقعد بظهره عليها المصلوب، وبعدين ييجوا في عظمتين في الرجل فوق القدم كده، يبدأوا يحطوا رجلين فوق بعض في الأول، وييجوا بمسمار طويل 9 إنش ما بين العظمتين، ويبدأ يحط المسمار ويضرب بالمطرقة الثقيلة، يعدي المسمار ما بين العظمتين دول وينزل على العظمتين اللي في الرجل الثانية. وطبعا لما بيوصل للخشب المقاومة بتزيد، فالطرق من أعلى مش بيكون أقل لكن بيكون أكثر بكثير. بعد كده يبقى كده عدى المسمار اللي في الرجلين، بيبقى جسد المصلوب كله اتشد ناحية رجليه، ناحية الألم الرهيب اللي موجود في الرجلين، فبييجوا يشدوا كتفه اليمين علشان يعلقوا المسمار اللي في الجنب اليمين، بس عشان يشدوا كتفه مع الجسم كله منكمش بيضطروا يخلعوا العظمة بتاعة الكتف اليمين، وبعدين ييجوا ما بين العظمتين اللي في الإيد هنا ويدقوا مسمار تاني في حدود من 5 إلى 7 إنش، وبرضه هو بيضرب عشان يدخل في الخشب بيبدأ المقاومة تزيد فالخبط بيزيد أكتر.
بعد كده في حاجة أصعب، إنه جسم المصلوب بيتني لأن إيده الشمال لسه هي الوحيدة اللي ما اتدقتش، يشدوا الإيد الشمال بكل قوة فيتخلع الكتف من الجنب الثاني، وعشان كده المسيح قال انفصل كل عظامي على الصليب، وبعدين يبدأوا يدقوا الإيد الثانية. أصعب من هذا بيقلبوا الصليب على وشه بعد ما يكون الدق فيه المصلوب، ويبدأوا بكل قوة يتنوا المسامير من الخلف، سواء المسمار الكبير اللي في الرجل أو المسمارين اللي في الإيد. على طول على الفور بيبدأ الجسم بنوع رهيب جدا من التقلصات وحرقان رهيب جدا في الأعصاب في كل الجسم. لكن أكثر من هذا بتبدأ حرارة الجسم نتيجة الجراح اللي موجودة في العظم واللي موجودة في الجلد واللحم وغيره، يبدأ درجة حرارة الجسم تزيد، ويفقد المصلوب كمية كبيرة جدا من المياه نتيجة أنه المجهود اللي حصل معاه وهو بيدق المسامير وبعد ما بيتعلق على الصليب. الأخطر من هذا أنه بيبقى فيه سايكل ودايرة عشان يقدر اللي متعلق على الصليب ياخد نفسه، فلازم عشان ياخد نفسه يطلع لفوق سنة، فهو بيطلع لفوق سنة الألم في رجليه بيبقى شديد جدا، ويرجع تاني بعد ما يلقط نفس بسيط جدا وعدد الأنفاسه اللي داخله بتقل جدا يرجع مرة تاني. وعشان كده طبعا ألم رهيب في الإيدين وألم رهيب في الرجلين، علشان كده لما بيحبوا ينهوا حياة المصلوب بيعملوا حاجة واحدة، بيجوا بيكسروا ساقيه، فالسايكل اللي حصل دي انه يطلع وينزل وهو بياخد نفسه بتنتهي، فعلى طول ما بيقدرش ياخد الاكسجين وما بيدخلش الاكسجين جوه الرئة، وعلى طول على الفور بيموت المصلوب. طبعا الرب ما وصلش انهم يكسروا ساقيه، لان كان في نبوة بتقول انه ده مش هيحصل، لكن كانوا رايحين يكسروا ساقي المصلوب عن يمينه والمصلوب عن يساره. صديق العزيز اللي بتسمعني، المشاهد الكريم اللي بيسمعني، هذه الألام صحيح لم تخلصنا، لكن بص على كل اللي حصل مع المسيح وقول له ده كله كان في طريق تتميم الصليب. هل لأجلي أنا ذقت يا رب كل ذا العنا؟ اديني يا رب أشعر بكم هذه الألام، أحسها مرة ثانية علشان أقدر أعيش بكل التكريس لإسمك والإكرام لأنك تستحق. ألام جسدية رهيبة. الحلقة سرية طبعا يا دكتور إسحاق، وتليفونات كتير معانا، ففي تليفون معانا من بدري. ألو ألو ألو. أيوة ألو. أيوة مع حضرتك، حضرتك معانا على الهواء. أيوة أيوة أخ، اتفضلي، مين معانا؟ ريموندا منكم غريب. أهلا بيك يا أخت ريموندا، اتفضلي حضرتك معانا على الهواء. ايوه كان معايا طلبة صلاة. اتفضلي حضرتك. نفسي ربنا يديني مثل صالح، يعني احنا رمحنا كتير من زمان على دكاترة وعلاجات وكده، بس ما فيش نتيجة يعني، وتحاليله كله ده، فالواحد تعب يعني. امين يا اخت ريموندا، ربنا يسمعك جدا ويدينا مثل صالح. امين، هنكون بنصلي من اجلك وبنصلي من اجل كل اللي نفسهم في زرع بشر، الرب يكرم ايمانك، لكن احنا كمان نصلي ان الام المسيح يكون ليها التاثير العملي على حياتك، فتقولي له خليني قرب الصليب. احنا طبعا مش هنتجاهل ابدا احتياجك للامومه، وهنكون بنصلي سواء في الحلقه دلوقتي او فريق الصلاه في قناه الكرمة، وهنكون بنصلي من اجلك تاني. لكن انا بس بطلب من حضرتك طلب، او عايز اعرف حضرتك في يوم من الايام قبلت المسيح، المسيح سكن جواك بالروح القدس؟ طيب شكل التليفون فصل، معانا تليفون تاني. الو مساء الخير. مساء الخير، اهلا. الو مين معانا؟ حضرتك سماء فرحه، انا بنت الرب من اسكندريه. اهلا بحضرتك يا بنت الرب، اتفضلي. حضرتك دكتور اسحاق شحاته ولا مين؟ انا امجد، ومعانا الدكتور اسحاق شحاته. اهلا بيكي، اهلا بيك، اتفضلي. انا تعبانة نفسيا جدا لدرجه ان انا محطمه يعني. الو الو الو، سامعينك، كملي كملي، مسامعينك. محطمه نفسيا، الشيطان مش سايبني ليل ونهار، قلت يعني اطلب من اجتماع صفحة جديدة انهم يصلوا لي عشان انا وصلت لحالة اليأس. الو امين امين، احنا مركزين جدا جدا مع حضرتك، حضرتك اتفضلي كملي.
اتكلم اكمل كلامي. اتفضلي حبيبتي، احنا سامعينك. بقول لحضرتك انا مؤمنه ومسلمه حياتي للمسيح، بس تعبانه دلوقتي، نفسيتي تعبانه. طيب بصي يا بنت الرب، احنا سمعنا حضرتك. اولا بشكرك جدا جدا لصدقك وصراحتك وشجاعتك انك اتصلتي. طبعا هنصلي من اجلك، دكتور اسحاق دلوقتي هيصلي من اجل حضرتك، وبنصدق ان صلاة الايمان تشفي المريض. دكتور اسحاق ممكن توجه لها رسالة؟ انا عايز اشجعك ان الرب يسوع اتقال عنه يشفي المنكسر القلوب. في اسم يسوع. منكسر القلوب دول الناس المرضى بامور نفسية، الأطباء مش بيقدموا شفاء، بيقدموا شوية مسكنات، لكن الوحيد اللي يقدر يشفي هو الرب يسوع. ولما تحسي بقربك انك انت قربتي تنهاري، اترمي عليه وثقي انه يقدر يلمسك بلمسة خاصة. هنرفع قلبنا دقيقة ونطلب من أجل الرب أن يوصلك. يا ربنا الغالي، بنحط بنتك بين إيديك، مصدقين فيك يا رب أن عندك شفاء لكل جوانب الإنسان، عندك شفاء للروح وعندك شفاء للجسد، لكن كمان بنثق انك انت الذي تشفي منكسر القلوب. اوصل لبنتك بلمسة وبسندة خاصة، احفظها من الانهيار واعينها رب في ظروفها الصعبة، وانت الوحيد الذي تستطيع ان تسكب تعزية في قلبها وسندة خاصة لها، لانها بنتك وبتعرفك. لك كل المجد، امين امين امين. شكرا بنت الرب مرة تاني لاتصالك، فالرب يباركك، وهنكون بنصلي من اجلك. عزيزي المشاهد، حابب بس أرجع بذهن حضرتك للي كان بيقوله دكتور إسحاق شحاتة عن ألام المسيح الجسدية. وحضرتك بتسمع عن الجلد، وبتسمع عن طريقة الصلب، وبتسمع عن إكليل الشوك، ده بيحرك حاجة جواك، ده بياخدك عند الصليب، ده بيخليك تقول له علشاني أنا، هل كله زاء عني أنا؟ رب إيه اللي وداك للصليب؟ إيه اللي خلاك تتحمل كل أنواع الألم دي لأجلي؟ أخويا أنا وإنت ما نستاهلش، لكن من حبه الكبير وقلبه الكبير اتحمل أقصى أنواع الألم. كم كان قاسيا موت صليب العار، وقبل أن يحملك حملته يبار. نقدر دلوقتي نكمل مع أخويا الدكتور إسحاق آخر نوع من أنواع الألم، الألام الكفارية. أعتقد يا أخويا أمجد أن أهم حديث الدقيقة أو الدقيقتين اللي هنتكلمهم دلوقتي، لأنه إن كان المسيح يتألم نفسيا فده أمر مهم إن احنا نعرفه، وإن كان يتألم جسديا فده أمر مهم، لكن خلصنا غير قائم على الألام النفسية ولا الألام الجسدية، لكن خلصنا قائم على الألام الكفارية. في المسيح قعد على الصليب 6 ساعات، 3 ساعات كانت الدنيا منورة وكان البشر هم اللي بيهنوه وبيتألم من إيد البشر، لكن في 3 ساعات تانية الدنيا أظلمت وكان يتألم من يد الله. في ال3 ساعات الأولى ما نقراش إنه صرخ، لكن في ال3 ساعات التانية اللي فيها الألام الكفارية في نهايتهم صرخ المسيح قائلا إلهي إلهي لماذا تركتني. حاجة تانية هو بيتكلم في ال3 ساعات الأولى اللي هي عبارات كان يحادث فيها الآب، لكن في ال3 ساعات التانية كان يحادث مش الآب، الله، لأنه كان يعد بديل يحمل خطايانا وبيقاصص من الله قدام الخطايا بتاعتنا. إيه اللي نقدر نقوله باختصار حصل في 3 ساعات الظلمة؟ إحنا ما نعرفش، لكن أهم حاجة أنه حدث نوع من الترك من الله للمسيح، والمسيح لم يعتاد هذا أبدا. في عبارة صرخ بها المسيح جاءت بالعبري في إنجيل متى، إيلي إيلي لما شبقتني، وجاءت بالأرامي في إنجيل مرقس، إلوي إلوي لما شبقتني. والعبري قريب جدا من العربي، شبقتني لو شلت الشين وخليتها سين تبقى تيجي لما سبقتني، يعني إحنا دائما مع بعض، لماذا في هذا الموقف أنت سبتني؟ بيجاوب في مزمور 22 عن سبب الترك، أنت القدوس الساكن بين تسبيحات إسرائيل. ترك المسيح اللي ما الأمر ده كان غريب عليه تماما، ترك من الله في 3 ساعات الظلمة، ومش بس ترك وده جانب سلبي، لكن كان في ضرب ضربه الله في هذه الساعات الثلاثة. طبعا البعض بيسأل سؤال، وده اللي حابب أختم بيه كلامي، إنه إيه اللي حصل هناك؟ إيه اللي حصل؟ مفيش حاجة واضحة نقدر نقولها إحنا، لكن في نبوات في العهد القديم بصور تشبيهية بتعكس فكرة عن إيه اللي حصل في 3 ساعات الظلمة. فأقول مثلا هناك نقدر نقول إنه كان هناك في سيف، فيتقال في زكريا 13 استيقظ يا سيف على رعية وعلى رجل رفقتي اضرب الراعي
فتتشتت الغنم، هناك سيف يشطر أو يذبح، هذا السيف استيقظ على المسيح، هناك نار تحرق، يقول كده في مراسي واحد المسيح بروح النبوة: أما إليكم يا جميع عابر الطريق تطلعوا وانظروا، هل حزن مثل حزني الذي أزلني به الرب في يوم حمو غضبه من العلاء أرسل نارا إلى عظامي فصارت فيها. يبقى في سيف وفي نار، في مية تغرق. يقول في مزمور 42: غمر، غمر يعني صوت أمواج، غمر ينادي غمر عند صوت مياذيبك، كل طياراتك ولججك طمت عليا. يقول مثلا أنه في الصليب في ثلاث ساعات الظلمة في ظلمات، ظل مش ظلمة بس ظلمات. يقول له وضعتني في مزمور 88: وضعتني في الجب الأسفل في ظلمات في أعماق، علي استقر غضبك وبجميع طياراتك أزللتني. آخر حاجة أو آخر صورة تشبيهية، لكن طبعا في كتير أكتر من كده، مزمور 102 بيقول لله كده: لأنك حملتني وطرحتني. أنا دايما بقول لو واحد شال واحد ورماه على الأرض ممكن مثلا يتجزع إيده أو يتخبط خبطة بسيطة، لكن لو واحد شال واحد وطلع بيه الدور التاني ورماه هيبقى الخسارة أكبر. طب لو شاله وطلع بيه الدور العشرين ورماه، طب تخيل الله لما يشيل المسيح كإنسان ويرميه هيبقى إيه اللي يحصل في الشخص اللي بيتقال عنه حملتني وطرحتني في مزمور 102. في ثلاث ساعات الظلمة كان القصاص يؤخذ من المسيح، لاقى المسيح ألما رهيبا جعلته يصرخ، لم يصرخ في الثلاث ساعات الأولى وهو يتألم من يد الإنسان. ما نقدرش نتصور ولا حتى في الأبدية ندرك هول هذه الألام، لكن على أساس هذه الألام الكفارية بني الخلاص والكفارة وضمننا السماء والحياة الأبدية والفداء. مستمتع ومستمتعين جدا كلنا كمشاهدين معاك دكتور إسحاق ومع أخويا موريس بالموضوع الألام. موضوع الألام ده موضوع قاسي جدا، موضوع الصليب. يعني احنا في الفرص الكرازية اختبرنا الكلام ده، يعني واحنا بنتكلم عن صليب المسيح، واحنا بنتكلم عن محبة الله، واحنا بنتكلم عن ألام المسيح، أكثر جاذبية وأكثر فاعلية طبعاً من ان احنا نتكلم عن جهنم. كتير اتكلمنا طبعا ان احنا لازم نتكلم عن كده ونتكلم عن كده، لازم نتكلم عن محبة الله ونتكلم عن دينونة الله. لكن شفنا اثناء الفرص الكرازية والعمل الكرازي في كل الكنائس والنهضات ان الصليب اقوى بكثير، محبة الله اقوى بكثير في تحرير النفوس. علشان كده عزيزي المشاهد اتمنى وانت بتسمع في الدقيقة الاخيرة الرسالة القوية اللي هيوجهها الرب من خلال أخويا دكتور إسحاق ليك عن الصليب، عن فعالية الصليب، عن إيه الهدف النهائي والمجمل النهائي اللي ربنا عايز يوصله لك من خلال ألام المسيح. عايزين رسالة للمشاهد نسيبها ياخدها ويعيش بيها ويتعايش معاها عن ألام المسيح. يعني أنا حابب أقول إن كان من ضمن المشاركات المشاركة بتاعة أبو مهند من الأردن، قال إنه الصليب قسم البشرية لنوعين ما لهمش ثالث، في لص خلص فاء ورجع وقبل المصلوب اللي كان متعلق جنبه، وفي لص استمر في تعييره وتجديفه إلى النهاية. واللص اللي خلص قال للمسيح كده رغم أنه المسيح كان متبهدل من جراء الصلب وألام الصلب، لكن قال له اذكرني يا رب. طبعا ده حصل في ثلاث ساعات اللي كان بيتألم فيه من إيد البشر، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. شاف المسيح رب وشاف ان وفهم ان المسيح ملك، وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. بشجع المشاهد كل الالام اللي اتكلمنا عنها وكل الصوره اللي اترسمت قدام عينك، تجاوب مع الام المسيح وقول له راجع بتوبه اليك، اغسل قلبي، اغسل كياني، ابدا معي بدايه جديده يا رب، اني اريد ان اكون بجملتي لك واكون اناء لشخصك يعرفك ويتبعك هنا ويصير معك في السماء وفي الابديه ايضا. اخذ من كلام اخويا الدكتور اسحاق وأقول لحضرتك وحضرتك يلي قاعد قدام الشاشات دلوقتي وبتسمعنا، قول له خليني قرب الصليب يا رب يا رب، خلي للصليب فاعلية، استرني في دمك الآن يا أخويا اللي لسه رب. أنت بعيد وبتسمع عن ألام المسيح يا وبتسمع رب. عن الصليب اللي هو أقوى وأفضل ما كان عند الله للبشر، أنه قدم عليه ابنه الحبيب، ابنه الغالي، ابنه الوحيد علشان وعلشانك وعلشانك. علشان كده بطلب منك وانت قاعد قدام التلفزيون دلوقتي تغمض عينك وترفع قلبك وتقول له النهارده يا رب انا باجي عند الصليب بركع عندك،
يا رب أنا بحتمي في صليبك، بحتمي في جراحاتك، خبيني جوا جراحك، احميني واسترني في دمك، اللهم ارحمني أنا الخاطي. في نهاية حلقتنا بنشكر الرب جدا، نشكر دكتور إسحاق علشان الكلام الرائع، الحلقة السرية، التعليقات الجميلة. بنشكر كل المشاهدين اللي كانوا معانا، كل تليفوناتكم اللي أثرت حلقتنا، أخويا المهندس الجميل الرائع المرنم الحلو موريس عجبان، دكتور إبراهيم، كل فريق الإخراج وكل إخواتي اللي ورا الكاميرات. بنشكر شكر خاص لجمعية خلاص النفوس في بني سويف لاستقبالهم لينا واحتوائهم لينا في اليوم الرائع ده. خلونا نختم برنامجنا وحلقتنا النهاردة مع أخويا موريس بترنيمة رائعة. عني قضى رب الحمد وذاق غصة تلمان مهررا أسرى السجود رب الورى فادي الأنام جئت شفاء مدافدا فيا لحم عجيب ليس سواك ففي دماك نجوت من موت راهب فكيف أنسى شافي روحي محيا سامي فكيف لولاك أنت حبي وعوني ربي يا أنت في الحش فلن أنسى شافي جروحي محيا سامي فكيف أنسى لولاك أنت حبي وعوني ربي يا أنت في الحج فلن أنسى كيف قضى يا للعب فوق صليبي من خشاك بالصلب قد محى الغضب لولاك أنت حبي وعوني ربي يا أنت في الحشر فلن أنسى سالت يا نبي يعود ما حبا حنا للخطى ما من رجاء بسوى يغني الحياة بالتمام جبت شفاء مدافدا فيا لحبك العجيب ليس موت
لك أنت خلي وعوني ربي يا أنت.